بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بعائلتنا الجميلة، يا رب تكونوا جميعا بخير. لو تفتكروا كنا اتكلمنا عن ليه بنحفظ القرآن الكريم، وهل الأفضل إني أحفظ القرآن ولا إني أقرأ من المصحف، خصوصا بعد الانتشار الكبير للمصاحف والتطبيقات الموبايل اللي بقت بتخلي المصحف معايا في كل مكان. وكمان اتكلمنا عن أفضل وأسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم في 4 خطوات بس بطريقة المصاحف الأربعة. والنهاردة هنعيش مع بعض فرحة الحفاظ. تعالوا معايا نعيش فرحة الحفاظ بختمهم للقرآن الكريم ونتخيل نفسنا زيهم. أنا محمد العشماوي، ويلا نبدأ بعد ما نصلي على النبي. ورفعنا لك ذكرك. أول فيديو معانا لأب جميل بيبكي من فرحته بختم بنته للقرآن الكريم. اتمنى من كل انسان يفرح هذه الفرحه اللي راهي في قلبي. اني فرحه ما توصفهاش مره. انه الابنه تاعك دير لك تاج قران حاجه غاليه بزاف، والثمن تاعها يعني رخيص، انك تهتم بنتك يعني. والحمد لله، نتمنى ان شاء الله هذا الوفد هذا كل شيء من هذا الناس كامله ان شاء الله انه يعلم اولادها ان شاء الله. فرحه لا توصف، شرف لي كبير ان لي ابا كهذا. والدي اشكرهم جزيل الشكر، خاصه الام اشكرها شكرا جزيل. فرحه كبيره. والفيديو الثاني لبنوته جميله اسمها روان، واللي رغم اصابتها بمتلازمه داون صممت انها تكون من حمل كتاب الله. القران حياتي وعمري، طول حياتي وانا بحفظ بالقران في رمضان وختمته عن ظهر قلب. ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. وأفتخر. أنا بحب أحكي قصة روان وكيف ربنا وهبني إياها بعد عمر طويل. تمر الأيام ويمضي بنا الزمان، خلق طيب أنا وأمي زرعت فيا حفظ القرآن. الحمد لله، روان هدية من رب العالمين أهداني إياها لأزداد فيها فخر وعز. أدار كلهم سهر سعادات. كانت روان تحلم طول ما هي تحفظ سورة البقرة، كانت تحلم إنها عروس لابسة بدلة بيضة وعروس كل يوم تقريبا. فقالها أنا إن شاء الله ماما بالجنة إن شاء الله بتصيري عروس. فلما حفظت سورة البقرة وبدها صارت تعمل لها تكريم، فقلت ليش ما ألبسها بدلة عروس. رحت استأجرت لها بدلة عروس، لبستها بدلة عروس وحققت لها حلمها، وكان يوم رائع الحمد لله رب العالمين. تعالوا نعيش دقيقة مع آيات من كتاب الله بصوت قارئ جميل، مش هقول لكم على اسمه، اللي عارف اسمه يكتب لي في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا،
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ضعونا على فيسبوك وإنستغرام وتليجرام الروابط كلها تحت الفيديو اشترك في القناة بالضغط على الدائرة اللي في النص وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.